هذا النوع من الموسيقى برز في البصرة مؤخراً ضمن محاولات شبابية تسعى للمزج بين الموسيقى ذات التقاليد الصوفية والموسيقى العربية بنكتها العراقية، لكن برؤى تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتستمد قوتها من تراث المدينة تارة وتارة أخرى من مؤلفات يصوغ ألحانها هؤلاء من وحي خيالهم الإبداعي. الموسيقيون الشباب أخذوا يشكلون فرقاً بهدف تقديم هذا النوع من الفن إلى الناس لكي يتعرفون عليه، وفرقة إشراق هي أحدى هذه الفرق التي ظهرت حديثاً وهي تهتم بتقديم الموسيقى الصوفية والتراث العراقي بأسلوب جديد. الفرقة تهتم بالجانب الصوفي، بجانب تقديم الأعمال الدينية الصوفية، وأيضا تقديم تراث الموسيقى والأغاني العربية، وتهتم بالجانب الأكبر بالتراث العراقي. هذه الفرق ونتاجها الموسيقي أصبحت تثير اهتمام المعنيين بالمقامات العراقية، فراحوا يفتشون عن جذورها فوجدوا بأن فكرتها مستوحاة من المناقب الدينية لكن بطريقة مبتكرة، ولمؤسسيها رأي في ذلك. هي حقيقة ظاهرة يعني في هذه المرحلة تعتبر جديدة، هي ظهرت فيما سبق يعني في مراحل بعيدة جدا في العراق عموما، في بغداد وفي الموصل، على شكل يعني منقبة نبوية، على شكل تراتيل دينية، وما نشاهده اليوم يعتبر إبداع جديد لأنه استخدم الموسيقى المعاصرة بالتكنيك والاستخدام التقني للآلة الموسيقية مع مسحة صوفية بالدفوف. أجواء البصرة هي أجواء دينية أكثر ما هي منفتحة. نهجت هذا المنهج يعني حتى أكسب مستمعين أكثر. الدف والعود يعدان العمود الفقري لموسيقى هذه الفرق، رغم أنها أضافت لها آلات نغمية غربية لإضفاء لمسة جمالية عليها. هذا المفروض احنا نسوق نعرضه بأكثر من مكان، عرضه هسه احنا ما نطالب عالميا ولكن محليا اولا، ننطلق اقليميا، يعني احنا مثلا نقدر نروح لإيران جارتنا او هاي الكويت او هذا مهرجانات الخليج او الأردن او تركيا، حتى نقدم يا احنا ترى اهل البصره عندنا فد لون خاص بينا.